السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الجمال، صباح العسل على الغوايه الطوال. النهارده معانا كام بقر كده للبيع، بتوع واحد يعني مش بتوعنا. بإذن الله بإذن الله بعد كده اللي عنده أي حاجة، اللي عنده أي حمام عايز يبيعه يبعت لنا فيديوهات ليه، وإحنا بأمر الله هنعرضه على القناة. ومش عايزين أي حاجة من أي حد طبعا، دوت يعني علشان اللي عايز يبيع حاجة ما يتنصبش عليه، واللي عايز يشتري حاجة ما يتنصبش عليه. تمام، احنا هنعرض الحاجة عندنا هنا، مش عايزين حاجة من أي حد، وربنا يبارك للي هيبيع وربنا يبارك للي هيشتري. تمام، وأول حاجة بإذن الله معانا دكر جمعية أبيض زي ما انتوا شايفين كده اهوت، بسم الله ما شاء الله برضو كويس. وده عامل برضو هنقول الأسعار، ده عامل 50 جنيه. تمام، وطبعا هو الراجل جايب برضو من الاخر يعني. وفي برضو دكر جمعية مفصص زي ما انتم شايفين كده اهوت في الصورة قدامكم، ده عامل 40 جنيه. ومعانا برضو دكر كريزلي ابيض وده عامل 60 جنيه. تمام، واللي عايز منهم اي حاجة يكلمني على التليفون، ورقم التليفون زي ما قلنا برضو 031 39 1، معلش نسيته، 031 21 39 156. ده رقم تليفوني، اللي عايز اي حاجة من الحاجات دي يكلمني، واللي عايز يعرض اي حاجة يكلمني برضو، ده رقم الواتس بتاعي. يبعت لنا الفيديوهات للحاجة اللي هو عايز يبيعها، وبأمر الله نعرضها على القناة. و مش عايزين برضو اي حاجة من اي حد، ودي بس هدفها ان محدش يضحك عليه، ولا اللي هيبيع ولا اللي هيشتري. حاجة بتتعرض بسعرها، وربنا يبارك لكل الناس في حاجتها. تمام، ونسيبكم بقى دلوقتي مع فيديو للدكر برضو الجمعية، الراجل مصوره تمام بشكسه وكده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.